طلب رئيس حزب حماة الوطن الفريق جلال هريدي الناخبين بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة بغض النظر عن التوجهات الشخصية. وخلال المؤتمر العام الأول للحزب أشاد هريدي بجهود رئيس عبد الفتاح السيسي في البناء والتعمير. السيد الرئيس قال إذا لزم الأمر أنا عايز تفويض عشان مجابة كذا. نزلنا الانتخابات يا جماعة هو التفويض، لازم ننزل، ما حدش يقول ناجح ناجح، ما ينفعش، لازم ننزل الانتخابات ونقول رأينا حتى يشعر العالم كله أن الشعب هو عايز الرئيس السيسي. يا سادة بيبني دولة من مفيش، ما كانش في دولة، الدولة بتبنى من جديد ويجب أن نساعده على هذا. من فضلكم من فضلكم اللي بيحب مصر اللي بيحب مصر ينزل الانتخابات ويقول رأيه أيا كان الرأي، بس انزل وشارك.